بعد أن فقد المواطنون الأمل بأي حراك حكومي، كان لابد من جهود ذاتية. هذه الجهود كانت حاضرة لتفادي تداعيات أزمة السيول بسبب غياب الحكومة وانعدام جهدها، حسب ما قال نشطاء عراقيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب من محاولات سكان إحدى القرى في البصرة استعدادا للسيول القادمة من إيران. نتابع وإياكم. عليهم عليهم شباب، الله يساعدكم الله يساعدكم. برافو زين. قرية الغزاوية. شنو ماكو لا مسؤول لا هاي؟ وين المسؤولين يا عمي؟ وين هاي؟ ماكو تركتوا لودرتي. الله يساعدكم الله يساعدكم. الله يساعدكم. ماكو احد، ما حد يساعدهم. حيهم حيهم شباب حيهم. حيهم.